أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية على كافة الأصعدة، مشيرا سموه إلى الاهتمام المشترك لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يدفعهما نحو آفاق جديدة على المستويات المختلفة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رفع مع سعادة السيد جاستن سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية والأدميرال جون أكوالينو قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس، حيث نوه سموه بالأسس الراسخة والرؤى والأهداف المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وأهمية البناء عليها بما يحقق المصالح الثنائية. وخلال اللقاء تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا سموه إلى الدور الذي توليه الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والإسهام في مكافحة كافة أوجه الإرهاب والعمل على تجفيف منابعه.